أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حصل عندي إشكال في أهل الفترة، هل بلغتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث إنهم يعتبرون غير معذورين، أم أنهم يمتحنون يوم القيامة؟ فأرجو البيان. أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. اللي ما بلغهم دعوة نبي من الأنبياء هؤلاء هم أهل الفترة، اللي ما بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء، وإنما بقوا على كما ولدتهم أمهاتهم، هؤلاء هم أصحاب الفترة. أما الذين بلغتهم دعوة نبي هؤلاء قامت عليهم الحجة ولا يعتبرون أصحاب الفترة.